فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ترك حد السرقة في عام المجاعة؟ نعم، للشبهة، عام المجاعة للشبهة والجوع والحاجة. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: من كان محتاجا وفقيرا واضطر للسرقة لأجل أن يأكل هو وأولاده، فهل يقام عليه الحد إذا سرق؟ إذا احتاج إلى الطعام وإذا لم يطعم يبيموت، فهو يأخذ من مال الغير قدر ما يبقي عليه حياته، لأن هذه ضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، لكن يدفع القيمة لصاحبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.